السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. قد يظهر الباطل على الحق في بعض الأحيان، ولذلك يضرب الله تعالى في هذا المثل الذي نشرحه اليوم، يضرب في هذا المثل حال الباطل في النهاية مع الحق وكيف يدفعه الحق. يقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. خلينا ناخذ هذا المثل، هما في الواقع مثلان في هذه السورة. الله عز وجل يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. نزل المطر من السحاب، يعني من السماء، يعني من جهة السماء، فسالت أودية بقدرها. الوادي هو المكان المنخفض بين مرتفعين، بين جبلين. لما نزل الماء امتلأت هذه الأودية بالمياه بقدرها، يعني على حسب اتساعها وضيقها، وإلا يبقى فيضان، لأن هذا الماء هو الذي ينفع في النهاية. يبقى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، لكن السيل وهو في طريقه علاه زبد. الزبد هو الغثاء الذي يكون على الماء عند شدة حركته، أو ما يعلو القدر عند الغليان، زي الرغوة. فهذا السيل وهذا الماء الذي ملأ الوادي علاه زبد، رغوة. تلاقي بعض القش والقاذورات ممكن تعلو الماء فتنتفش. رابيا يعني مرتفعا من العلو. يبقى أنزل من السماء، يبقى فيه هنا عندنا ماء وعليه رغوة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثل. فين الحق وفين الباطل؟ الحق هو الماء في صفائه وقوته، والباطل الرغوة التي تعلوه. صحيح الرغوة دي في حال علو، لكن في النهاية سيدفعها الماء إلى الجانب ويستمر الماء في إيه؟ في جريانه. طب واحد ممكن يقول: أنا لست من أهل البادية ولا أرى هذه الأشياء، فيقوم ربنا يضرب مثل لأهل الحضر، ممكن ما يفهموش حكاية الماء والرغوة والأمور دي، فضرب مثل الآخر لأهل الإيه؟ الحضر، فقال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يعني الإنسان لما يبقى عنده حديد أو عنده ذهب، والذهب عليه صدى، أهو الصدى ده زي الرغوة اللي على المية، الصدى على المعادن والأجسام زي الرغوة اللي على المية، بتدخل هذه المعادن الماء النار فتزيل كل هذه الشوائب. الشوائب تعلو الجوهر الحقيقي، عندي ذهب ويعلوه بعض الشوائب، الشوائب دي كأنها هي الباطل والذهب كأنه هو الحق، فلا يغرنك إن الشوائب هي التي تعلو، لأنها أول ما تدخل النار ستزول هذه الشوائب، وسينتفع الناس بهذا الذهب كما سينتفع الناس بالماء، ولا ينتفعون بالرغوة التي ستنتهي وتدفع سريعا ويلقى بها سريعا. كذلك أيضا الذهب والمعادن سيعلوها بعض الشوائب
لكن إذ عندما تدخل النار وتواجهها النار ستدفع سريعا، ويبقى الذهب ويبقى المعدن الأصلي الذي ينتفع به الناس. إذن يقول الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذا الرغوة هذه أو الصدأ هذا أو الشوائب تعلو أيضا بعض المعادن أو الأجسام التي يبتغي منها الناس الحلية، الناس بتعمل منها حلي ذهب يلبسونه، أو متاع بيعملوا منه الفأس، بيعملوا منه أدوات معينة. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. ثم يذكر الله تعالى مصير الزبد أو مصير الشوائب، يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء. نهاية هذا الزبد أنه يذهب جفاء، يعني يلقى به ويرمى. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يبقى، كذلك يضرب الله الأمثال. فلا يغتر إنسان لأن صوت الباطل أعلى. ولذلك بتوع الإلحاد اللي شغالين ليل نهار ستخفت هذه الأصوات، أو واحد بيحتل أرض ظلما وعدوانا سينتهي هذا، لم يقل أحد في الدنيا إن صوت الباطل هذا سيستمر. ولذلك هذا مثل، الذي لا يفقه هذه الأمثال يبقى فاته خير كثير. نقول المثل تاني ونشوف كده فهمناه ولا لا. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، امتلأت الأودية بالماء على قدر اتساعها. طيب لما امتلأت حصل ده الماء، ده هو الحق، صورة الحق في قوته. فاحتمل السيل زبدا رابيا، لما الماء بدأ يجري في هذه الأودية ظهر عليه الرغوة وظهرت بعض القاذورات. طيب أدى صورة، يبقى ماء عليه رغوة، حق يعلوه باطل. ومما يؤدل الناس بتوع الأراضي والناس بتوع البوادي. وفي مثل تاني: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. في ناس شغالة في المعادن وفي الأجسام عارفين إن الحديد أو الذهب عليه شوائب، أهو المعدن نفسه هو ده الحق، والشوائب التي تعلو الحق هي ده الباطل. زبد مثله يعني شوائب وفومز مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. مصير الزبد اللي على الماء واللي على الأجسام أنه سيرمى به وينتهي قريبا، ولكن الماء سينتفع به الناس، والمعدن الحقيقي وأصله بعد أن تزال عنه الشوائب سينتفع به الناس. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فالقرآن مش لوغاريتمات، القرآن كلام سهل، لكن إحنا أصابت ألسنتنا عجمة. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، والله تعالى أعلى وأعلم. The khatira for this morning is still a continuation of our discussions on the parables of the Quran, the illustrations of the Quran. You might see that there is a conflict between truth and falsehood, and at some points in time, falsehood may have the upper hand, and falsehood may seem to be victorious. So the Quran here is giving us a parable to say this is not the case. Eventually, truth will prevail. Eventually, truth will be victorious. And Allah subhanahu wa ta'ala gives us in this illustration actually two comparisons. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, what means, He sends down rain from the sky, causing the valleys to flow, each according to its capacity. The streams then carry along rising foam. So these are the two images. The valleys that is full of water, that these currents and these streams represent the truth. And the foam
represents falsehood. The foam is on the upper. The foam is on top. So this is like when falsehood looks victorious, when falsehood looks like defeating truth. This is one image. But the ayah will then talk about what would happen to the foam eventually. Someone might say, but I don't understand this idea of water and foams and valleys. I live in downtown. So another comparison was added to this for people living in the city. It says, similar to this slag produced from metal that people melt in the fire for ornaments and tools. When you have gold, how do we get gold? You have to put it in the fire first so it can cleanse it from any kind of impurity. So these kind of impurities that are on top of the gold is like falsehood being on truth. But when you cause it, when you put it in the fire, the real gold appears. So let's see how the Quran comments on these two images, foam on the water and impurities on gold. It says, this is how Allah compares truth to falsehood. The worthless foam and dust and rust, the worthless foam is then cast away, and what benefits people remains on earth. The water remains, and the foam will eventually take one side, and the water will keep moving and going on. Same thing, the impurities will be cast away, and what remains is the gold. People will benefit from the water and will benefit from the gold, and the foam and impurities will eventually be cast away. And then it says, but what benefits people remains on earth. This is how Allah sets forth parables. So don't be deceived when you see falsehood being having the upper hand. That is a temporary state, and eventually truth will prevail, as Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا أَجْمَعِينَ